بكل بساطة يا عزيزي، تعال نبص على منصة زي تيك توك ومنصة تاني زي يوتيوب. أول حاجة لو هنجيب تاريخ تأسيس كل منصة، وما تسألنيش ده ليه دلوقتي، هقول لك قدام كل حاجة بالتفاصيل. يوم 14 فبراير 2005 كانت بداية يوتيوب قبل ما تشتريه شركة جوجل في 2006. يعني باختصار شديد جدا اليوتيوب تم تأسيسه في 2005، يعني احنا بنتكلم على منصة عمرها بيزيد عن 15 سنة في اللحظة دي. اما منصة زي تيك توك، تاريخ اطلاق تيك توك كان 2016، وابتدى ينتشر في العالم العربي بتاعنا تحديدا كده في 2018 و19. يعني الفرق الزمني بس بين تيك توك ويوتيوب بالظبط 11 سنة. فانا عايز اقولك ال 11 سنة دي بتخلي اليوتيوب يتربع على العرش من حيث عدد الفيديوهات، صناع المحتوى، احترافية صناع المحتوى الموجودين، الامكانيات الجبارة اللي مع صناع المحتوى. حرفيا انت لو داخل بمحتوى تعليمي وعايز تنافس بالمحتوى ده على منصة زي يوتيوب، في ناس عمالقة حرفيا بمعدات وكاميرات بتوصل لملايين الدولارات. فالمنافسة هنا مش مستحيلة ولكن صعبة جدا وشرسة. تاريخ تأسيس يوتيوب بيسمح له ان عليه جميع انواع المحتويات اللي ممكن ما تجيش على بالك اصلا، ومتقدمة باحترافية شديدة ومهارة شديدة وصناع محتوى محترفين جدا جدا بيقدموه. مش بس كده، ده عندهم عدد متابعين كبير جدا بيساعدهم رفع خوارزميات الفيديو بتاعهم او القناة كلها بمجرد ما بينشر الفيديو. غير انت بمجرد ما تنشر فيديو كل ما هتحط فيه طاقتك وهتتصدم حرفيا بزيرو فيوز. مش محبطك، بس احنا قدامنا حل، معانا حل بديل، ليه ما نعملوش؟ تعالوا ندخل على منصة زي تيك توك. زي ما قلنا تاريخ تأسيس تيك توك 2016، وانتشر ما بيننا تحديدا كان في 2018 و19. يعني المنصة عمرها بسيط جدا جدا جدا، وبرضه صناع المحتوى التجاري لسه مش موجودين بقوة على تيك توك، بلس ان هو متخصص تحديدا في الفيديوهات القصيرة. ايوه اليوتيوب احنا خلينا متفقين ان هو متخصص في الفيديوهات الطويلة، حتى في وجود اليوتيوب شورتس، بس هو مازال الاقوى والاول والافضل في الفيديوهات الطويلة. ففكرة انك تنتج فيديو بجودة 4K تكون مدة اكتر من 10 دقايق، الموضوع فعلا صعب، محتاج كمبيوتر، محتاج كاميرا، محتاج اضاءة، محتاج استديو كامل تصور فيه المحتوى بتاعك. انما تيك توك انت مش محتاج اكتر من الفون بتاعك وشوية مونتاج، تكتب كلمتين كده على الشاشة وارمي الفيديو. التيك توك هي المنصة الأولى من حيث سرعة الانتشار، بمعنى في اللحظة اللي أنا بكلمك فيها دي أنا داخل على 1000 فيديو على اليوتيوب. في فيديوهات طويلة زي ما أنت شايف كده وبتتعدى 400 فيديو، وفي فيديوهات شورتس، يعني ده عملت وده عملت. ومهما كان المحتوى مش هيكون متدني جدا، أكيد كويس، وده يرجع لتقييمك أنت. وحتى لو التقييم ما كانش افضل حاجة، هو نفس المحتوى انا قدمته على التيك توك. في اللحظة اللي انا بصور لك فيها الحلقة دي انا عندي 8000 سبسكرايب على يوتيوب، انما على تيك توك انا عندي 25000 متابع. انت متخيل معايا؟ لا، والادهى بقى ان انا مش مدي اي اهتمام للتيك توك، انا قاعد دلوقتي قدامك وبنتج محتوى لليوتيوب، وفجأة كده اروح فاتح تيك توك الاكونت بتاعي الاقي فيديو وصل مليون مشاهدة. انت متخيل معايا؟ انا داخل على اليوتيوب 3 سنين على التيك توك حرفيا ما قعدتش عليه شهور، هو بس كان في فيديوهات معايا على الفون رفعتها بس على التيك توك وسبتها مش اكتر، فجأة الاقي فيديو وصل للمليون مشاهدة. فكبداية انت مش محتاج معدات احترافية ولا كاميرا احترافية ولا عازل احترافي وتدور ازاي ممكن يتعامل زي اللي انت شايفه في الفيديو ده. انت كل اللي محتاجه الفون بتاعك في وضع راسي، هتصور فيديو دقيقتين مش اكتر وبس، وكل عليك هتعمل له بابلش على تيك توك مع شوية تعديل باجي شوية ايديت كده، الفون اصلا بيديها لك تلقائي وفلاتر تلقائي. يعني ولا تتعلم مونتاج ولا كرر كوريكشن ولا كرر جريدنج. مش بقول لك اعمل الحاجات دي، لو انت عايز تكون صانع محتوى احترافي هتلاقي فيديوهات كتير اتكلمنا فيها على القناه، وبرضه من خلال الفون وفي فيديو اطلع لك هنا هيفيدك جدا، او هنا يعني على حسب. بس اللي عايز اقوله كبدايه، توفر على نفسك طول المشوار، توفر على نفسك المسافه المنافسه علشان ما تملش وما تتعبش، اكيد كلنا عندنا طاقه. على الاقل وفر طاقتك دي في صناعه عدد فيديوهات اكبر. فلو انت حرفيا عايز تختصر الطريق للنص بل لاضعاف المرات، كل عليك انك محتاج تبدا على منصه زي التيك توك. رابع حاجه، ان في اللحظه اللي انا بكلمك فيها دي التيك توك لسه محتاج فيديوهات اكتر. التيك توك كمنصه اكيد اكيد مش في نفس قوه يوتيوب اللي بقاله 11 سنه،
وبرضه التيك توك كمنصة بتقدم محتوى اكيد عايزة تكبر، فمنافستك على التيك توك في اللحظة اللي هي المنصة نفسها هي اللي هتساعدك تنتشر، هي اللي هترفع فيديوهاتك، زي ما قلنا من شوية هي المنصة الاولى من حيث سرعة الانتشار. فبدون منازع كل المطلوب منك حاجة بسيطة خالص، بما انك قررت تصنع محتوى اول حاجة انت لازم تعملها وهو طبيعي جدا هتصنع المحتوى، تعمل فيديوهات بتاعتك. تاني حاجة تطلع على منصة زي تيك توك وعايزك تكون متفاعل مع الكومنتات والجمهور بتاعك، واي حد يعمل لك كومنت استغل الكومنت ده ورد على الكومنت بتاعه بفيديو منه هتكون فهمته المعلومة كويس، كمان بتقرب من المشاهد. ثالثا بتصنع فيديوهات اكتر وده بيجيب لك متابعين وناس اكتر هتحب تسألك وتستفسر وانت هتجاوب، بكده بتكون عملت قاعدة جماهير احترافية جدا. نفس المحتوى بتاعك طبعا هيكون بتاعك انت، ملكك انت، خاص بيك. طبعا هتكون محتفظ بالنسخة الاصلية لكل فيديو، اوعى تمسح المحتوى بتاعك، وبكل بساطة هتنشر المحتوى بتاعك ده على يوتيوب شورتس وبس كده، هتلاقي نفسك جبت عدد كبير جدا 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 من التفاعل. كده وفرت على نفسك مجهود، طاقة، مشوار. كمان الامكانيات، حط معايا اعتبار نقطة الامكانيات دي جامد جامد على اليوتيوب فعلا. مش هقول لك انت محتاج، لا احنا قلنا تقدر تبدأ بالفون وده كان كلام حقيقي، بس المنافسة قوية جدا. ليه؟ لانك انت بتنافس. مثلا انا بقدم محتوى تعليمي، لو بحثت على اليوتيوب محتوى تعليمي مش بقلل من الناس دي، بالعكس دول ناس عظيمه جدا 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 بمعدات احترافيه جدا جدا. انما على التيك توك خلاص كلنا بنستخدم فون، او حتى لو حد بيقدم محتوى بكاميرا بس هو الفيديو كله دقيقه 30 ثانيه مش مستاهل، الفون هيأدي الغرض ده بكفاءه بل احسن واسهل واسرع من الكاميرا، ولا محتاج تعمل دبت فوكس ولا اوتو فوكس ولا مانوال ولا اي حاجه ولا اضاءه، الفون بيعمل كل ده اوتوماتيك اوتو. وتقدر بدل ما تقدم فيديو تقدر تعمل 2 و10 في نفس اليوم بكل سهولة وبكل بساطة. فدي كانت نصيحتي ليك، لو فعلا عايز تبدأ تصنع محتوى بس عندك فكرة حقيقية ومحتوى حقيقي فخلي بدايتك على تيك توك، واسيب لك لينك اكونت التيك توك بتاعي كمان في وصف الفيديو. وبس كده، متنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة لو الفيديو عجبك، وبس كده، سلام.